طب انا عايزين الناس تتعرف ياسر الطبقي مين؟ يعني بدايتك فين؟ ايه مين؟ حبيت اتندحت بالفن من امتى؟ هو جه طبعا مسرح الجامعه. انا اساسا خريج حقوق القاهره وبعد كده اداب مسرح شعبه التمثيل والاخراج جامعه حلوان. ايوه ثم بعد كده مركز الابداع الفني الدفعه الاولى انت عند انت عمال تدخل اكاديميات ورا بعض. انا جايبها من تحت. ايوه ما شاء الله. وبعد كده طبعا مسرح الدوله تعيننا فيه، كنت انا في مسرح الطليعه، واول خشبه مسرح قابلت فيها جمهور حقيقي بعيدا عن جمهور الجامعه بالصدفه البحته كانت المسرح الكوميدي. يا سبحان الله. والله العظيم نفس الخشبه بتاعت مسرح العايم اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. ايوه اللي كانت مسرحيه، كانت اخراج الاستاذ محسن حلمي الله يرحمه. الله يرحمه. كان اسمها اللهم اجعله خير، تاليف استاذ لمين الرملي الله يرحمه. يا سلام. الله يرحمه. وكان بطوله الاستاذ علي حجار حبيبي. وكنا عاملين مشهد كده طالعين فيه كومبارس كلنا، من المشهد الوحيد اللي ما فيهوش نجوم الكوميديا بتوع المسرحيه. فكان الاستاذ علي حجار يعني ايه، في الاول احنا كل واحد بيقول جمله جملتين في المشهد دوت، فابتدى يسيبنا ان احنا نرتجل شويه انا وزمايلي في الموظفين اللي طالعين زمايله يعني في المسرحيه دي في المشهد ده، وابتدينا نضحك في وكان سعيد جدا بالمشهد ده، وقال لنا انه المشهد الوحيد اللي ما معيش كوميديانات من العرض، فانتوا شباب موجودين، فكان مدينا الفرصه لدوت. وقابلنا جمهور اسكندريه في المسرحيه ديت، وكانت دي البدايه ان الواحد يتعرف ان في جمهور تاني ممكن يضحك معاه غير جمهور الجامعه. يعني جمهور الجامعه ممكن يبقى مجامل، يعني جمهور الجامعه ممكن يبقى مجامل، يبقى بيضحك على اي حاجه بتاع، لكن الاحتراف فالاحتراف بقى وانت مش معروفه خالص 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 ولا حد عارف عننا حاجه، ففكره ان انت تضحكي الناس في جمهور حقيقي دي كانت البدايه، وكانت على خشبه المسرح الكوميدي. وكنا طلبه. الان مدير المسرح الكوميدي. وكنا طلبه، كان جايبنا استاذ محسن حلمي من مسرح الجامعه لانه كان بيخرج لنا هناك، فجابنا من هناك علشان نعمل ادوار الصغيره اللي في المسرحيه. يا حبيبي. فدي كانت كان معاك حد من زمايلنا اللي مشهور؟ كان معايا هشام عطوه. طبعا رئيس هيئه قصور الثقافه. أيوه. وكان معايا المرحوم محمد علي الدين الله يا يرحمه. فكنا احنا الثلاثه اللي عاملين المشهد دوت مع استاذ علي. وبعد كده كملنا يعني دخلنا بقى كليه الاداب قسم علوم المسرح شعبه التمثيل واخراج، اتخرجنا منها على الهيئه، ابتدينا نتعين في الفرق المسرحيه، وابتدينا برضو نعمل شغل بالصدفه كوميدي. وبعد شويه دخلت اكاديميه بقى المركز الابداع عند استاذ خالد جلال الدفعه الاولى، بيسموها دفعه بيومي فؤاد، كنت انا بيسموها باسم الرائد. الرائد الاستاذ بيومي فؤاد. كانت دفعه عظيمه. انتوا عملتوا قهوه ساده كمان؟ لا، قهوه ساده كانت الدفعه اللي بعدينا، احنا اللي بعديكم. اللي حفرنا البير بتاع المركز. وحياه ربنا. كنت انا وسامح حسين وايمان السيد. ايوه. محمد شاهين، نضال الشافعي، بيومي فؤاد، سوبر ستار. كل نجوم. دي كانت الدفعه الاولى. وبعد كده واحنا بنتخرج كان ابتدى المركز يلفت الانتباه للمنتجين وللمخرجين، فابتدوا يجوا فعبال ما جم بقى يتفرجوا وبتاعوا كده، كانت دفعه قهوه ساده هي اللي موجوده، جت على حس الدفعه الاولانيه، وابتدت بقى العمليه تتوالى يعني من تخريج الدفعات. وخالد جلال حقيقه يعني جوهرجي. جوهرجي حقيقه يعني. انت انا بقول عليه. انت بتقول جوهرجي، انا بقول اكاديميه. يعني خالد مؤسسه. صحيح. يعني اكاديميه لتخريج طاقات فنيه. صحيح. عظيمه وطاقه كبيره جدا جدا جدا، وعلمنا حاجات كتيره جدا، ازاي ان انت تقسم وقتك، وازاي ان انت تشتغل بمناهج جديده وبعروض جديده، احنا وبامكانيات بسيطه مش امكانيات ضخمه، ان انت ازاي تعمل مسرح وتعمل مسرح واصل للناس، ومسرح جماهيري يوصل للناس بمحتوى بشكل اكاديمي. بشكل اكاديمي بمحتوى جيد جدا طبعا، وفكره وفكر مش وموضوع. طبعا. بعد كده بقى جه بقى الشكل بقى الاحترافي. اشتغلت كتير انت قوي، اعتقد اكتر حد من زمايلنا النجوم الكوميديانات اللي اشتغلت معاهم اعتقد احمد حلمي ولا طبعا ولا حد تاني؟ لا، استاذ احمد حلمي هو اول واحد برضو اشتغلت معاه في الاحتراف. وكان عن طريق استاذ خالد مرعي، شافني في اعلان فجابوني، فاشتغلت مع استاذ احمد حلمي، اشتغلت معاه كذا فيلم. كان اول حاجه فيلم عسل اسود. كان اسف على الازعاج. ايوه كان اسف على الازعاج. أيوة. وبعدين بعد كده عسل اسود، وبعد كده بقى لف ودوران والحاجات دي. لا، وانت كمان اشتغلت معاه في برنامج الاطفال. وبرنامج الاطفال شايف اقول لك. انا
كنت ببقى مبهوره بيكم انت جوه التلفزيون. كان على الهوا كنا عاملين كوميونيكيشن ما بيني وما بينه اللي هو ايه، وقت ما يعني يبقى فيه افيه او حاجه هو في ودنه السماعه وانا بتاع، فاقول له انا هدخل اعمل مداخله هنا دلوقتي، فيروح جايب الشاشه ونبتدي نلعب مع فكره مجرمه، وانت بتكلم الاطفال وبيندهشوا نلعب مع الطفل واناديله واكلمه. ايوه ايوه انا كنت